صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وقبل ما نبدأ أولى فقراتنا كالمعتاد بنروح ونصبح على دينا شرف ونعرف منها آخر التفاصيل عندها. اتفضلي دينا. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير بسان. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير والسعادة والتفاؤل على كل مصريين في كل مكان. فعلا دلوقتي جه ميعادنا مع جولة كده سريعة عن أحوال أو أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة، وهنبدأ معاكم طبعا من الدولار الأمريكي. وبالنسبة لسعر البيع 24 جنيه 29 قرش والشراء 24 جنيه و20 قرش. اليورو 23 جنيه 68 قرش للبيع، 23 جنيه 58 قرش للشراء. الجنيه الاسترليني 27 جنيه و16 قرش للبيع و27 جنيه و4 قروش للشراء. فرانك سويسري 23 جنيه 96 قرش للبيع و23 جنيه 86 قرش للشراء. اليوان الصيني 3 جنيه 32 قرش للبيع، 3 جنيه و30 قرش للشراء. وبالنسبة للعملات العربية فالريال السعودي وصل ل 6 جنيه 46 قرش للبيع و 6 جنيه 43 قرش للشراء. الدينار الكويتي 78 جنيه و30 قرش للبيع، 77 جنيه و85 قرش للشراء. وأخيرا الدرهم الإماراتي 6 جنيه 61 قرش للبيع و 6 جنيه 58 قرش للشراء. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب النهاردة في عيار 18 سجل 1045 جنيه للجرام، عيار 21 سجل 1219 جنيه، عيار 24 سجل 1393 جنيه، وأخيرا جنيه الذهب وصل ل 9725 جنيه. أخذنا حضراتكم كده في جولة عن أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة وكمان أسعار الذهب. هرجع مرة تانية لأحمد وبسنت علشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا، وبالتأكيد لينا وفاة تانية معاكي. أكيد.